السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة لوندا دي زد. اليوم راح نحضر معكم ونوجد معكم ونشارككم وصفة طبق شتوي اللي هو اون غيسيت ديفير بيان سور ياكلوا في الموسم الشتوي خاصة اللي يديروا لي سكي ايتو اللي هو لا غاكليت. كما راكم تشوفوا لا غاكليت فروماج سبيسيال تاع الغاكليت وفريماج سبيسيال تاع لا غاكليت ا باز دو بوم دو تير بيان سور. هذا الفرماج سبيسيالمون كونسي بور الغاكليت، وتقدروا ديروا فرماج واحد اخر بصح هذا هو اللي ننصحكم به مع شويه ملح وبطاطا بيان سور. راح نغسل البطاطا، لازم نغسلها مليح مليح، نعمر الماء بيان سور ماء دافي، وندير زوج قطرات نتاع ماء جافيل باش تنحي لها هذيك التربه اللي فيها و بوغ لا ديزانفيكتي بيان سور. هذه المرحله مهمه جدا في لا سيكوريتي دي جيان، وهذه في لا ريستوراسيون نخدموا بها بالطريقه بهذا الشكل باش نقيو الخضره نتاعنا قبل ما نبداو نطيبوها. فوالا دوك نخلي واحد 10 دقائق باش تطلق روحها، بيان سور هذيك التربه والاوساخ كلها تطلق روحها باش نقيوها مليح مليح وباش ناكلو حاجه نقيه ونظيفه 100% بلا ما نخافو. فوالا كيما قلت لكم نخليوها واحد 10 دقائق، 5 دقائق، 6 دقائق، من فوق 5 دقائق تخليوها، 10 دقائق خير. فوالا دوك نبقى نحك فيها بيديا، ولا عندكم هذيك العفسه باش تحكوا الشتاء هذيك سبيسيال تاع لي ليغوم لي فروي حكوا بها، انا عند ما عنديش العفسه هذيك دونك راني نحك بيديا. جو نيتوا بيان 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 افيك لي دوا جيساي دو فروتي اي فوالا دونك نحي كامل التربه بطريقه يعني يدويه. فوالا فوالا هذه هي دونك هذا لا غاكليت. كيما قلت لكم بالنسبه للبطاطا، البطاطا تقدروا تلقاوها سبيسيال تاع لا غاكليت تنتباع بارتو في الساشي، صح انا نعرف واش من البطاطا اللي نختارها. دونك نقيها فتره دوزيام، نزيد نقيها ونزيد نقيها، دونك 3 فوا نغسلها. فوالا باش نحي لها هذاك لو جافيل والتربه على جهه. دونك هذه هي فوق غانسي بيان سور. فوالا المراحل تاع التنقيه تاع البطاطا باش نخلوها من التربه والاوساخ وكل شيء. فوالا هذه هي باش ناكلو حاجه كما قلت لكم نظيفه. البطاطا فيها نورمالمون البوتاسيوم، فيها بزاف الفيتامينات وتشبع وتقنع بيان سور. البطاطا مهمه من يعني بين المواد الغذائيه الاساسيه اللي ما لازمش تنقطع في اي بيت، نقدر نطيبو بها كلش، المقلي المغلي المفور، تدخل في كامل الاساسيات نتاع الطبخ والاطباق، وتدخل في السلايط والشلايط الاخر في الجوازات في الطواجن في لي سوب في الحسائر كلش كلش، هي دايما نمبر وان. فوالا دونك البطاطا مهمة جدا جدا جدا. هذه هي دونك بعد ما غسلتها كما راكم تشوفوا ونقيت يعني نقيت فيها ولا باش نحضرها باش بيان سور نطيب بها لا غاكليت ونخليها بقشورها بيان سور. لابو يا البنات سيو كيفاش ما تنحوش لابو، لاخش كيما تنحوش لابو راكم رايحين تزيدوا تستفادوا لان الفيتامينات راهي كامل في لابو. دونك كون فو غاردي لابو فو غاردي لي فيتامين، تو بروفيتي دي فيتامين. فوالا هذه هي دونك راح تبروفيتي من الفيتامينات. دونك البطاطا دائما اللي تغلوها ولا تقلوها ولا اي حاجه خليو لها لابو تاعها او القشره تاعها، لان القشره يا البنات هي الفيتامين، هي السر نتاع الفيتامين. اذا نحيتو القشره نحيتو الفيتامين، الفيتامين يروح القشره هي الصح. واكيد هذا لا غيسيت تاع لا غاكليت راح تشوفوا معنا راح نغارديو القشره، راح ناكلوها بالقشره البطاطا وهي معمره بالفيتامينات. فوالا هذه هي دوك نعاود نزيد كما قلت لكم ثلاث مراحل في الخطرات وانا نقي في بطاطا، نحيها كامل مع الاول نحيت لها التربه بلو جافيل، بعد نزيد نحو لو جافيل نغسلوها كامل نقيوها نرفوها نشلوها بالماء. هذو هما مراحل التنظيف، هي لا سيكوريتي دي جيان لا بروبريتي افون تو بيان سور. هذه هي فوالا دونك بعد ما نقيتها الله الله ما شاء الله. فوالا دوكا راني 100% بلي البطاطا تاعي نقيقيه نقيه ناكلو وما نخافوش. اي فوالا فوالا البنات دوكا لازم عليا هاد القدره نعمرها بالماء. فوالا نزيد شويه ملح باش تيليكيليبري بيان سور لو غو.
باش البطاطا تاعي ما تجيش سامطه، ولا بد هذه هي. ونخلي بيان سور الماء نتاعي يتعمر داخل هذا الطنجره ولا هذا القدره. نحط البطاطا بيان سور تكون نقيه ونقيه ونضيفها 100% ما شاء الله. فوالا هذه هي، نعمرها كامل البطاطا تاعي الداخل. لا ومن بعد تجي المرحله نحطها تسخن تغلي حتى الغليان فوق النار. فوالا نخليها هنايا وين طابت لي، تجوزت كامل ديباسات كامل الوقت نتاع الطياب، طابت بيان كوم الفو. فوالا دوك ما عليا الا ان نقطرها البطاطا ديالي في الكسكاس. فوالا هذه هي كما راكم تلاحظوا البطاطا مغليه الله الله بالقشور نتاعها فيتامينات. هنا نشللها بالماء بارد شريلة خفيفه ظريفه ولا نخليها تقطر. هذا هو الفرماج تاع الغاكليت البنات اللي راح نحضروا معاكم دوكا. هي تسموها في الحقيقه صوص فرماجير، يعني اباز فرماج غاكليت سبيسيال. دوكا انا ما عنديش لا ماشين تاع لا غاكليت، لو كان عندي لا ماشين تاع لا غاكليت البنات نديرو ديريكتومون هذيك لا ماشين يذوب الفرماج تاع لا غاكليت، مي انا راح نستبدل بطريقه يدويه مالتها بطريقه سهله اللي هي نتكسرونا ندير فيها شويه حليب باش بيان سور ما ينحرقليش الفرماج، ما ينحرقليش وما يلصقليش هذاك الفرماج. فوالا دونك لازم عليا ولا بد ندير شويه نتاع الحليب داخل الكسرونه ونخليها تسخن. هذاك الحليب يسخن شويه كي لمروحو يسخن هذاك شويه، نزيد نحط عليه الفرماج نتاعي صفحه على صفحه، يعني كما صفحات نتاع الفرماج تاع الجبن. فوالا نحطو كامل كامل الداخل على النار تكون متوسطه، ومن بعد نبدا نقص لها بالعقل باش ما يشيطش وما ينحرقش، ونبقى بيان سور ندور سوا بالفرشيطه سوا بالمغرف. فوالا من الاحسن بالفرشيطه، لخش الفرشيطه تقدري تدخلي داخل الفرماج وتدوريه وحتى تحسي هذيك لا تيكستور نتاع الفرماج بدات تذوب تذوب تذوب. لازم نتحصلوا على الفرماج هذا، لازم يذوب لنا، لازم يولي فرماج فوندو. هذه هي الريزولتا، يفو لوبتونيغ لسيت ريزولتا، سي سا لوبجيكتيف. لازم يولي الفرماج نتاعنا هذا اللي راني نديروه في الحليب يولي لنا فرماج فوندو، معناتها يذوب كامل حتى يولي اون صوص ليكيد، صوص فرماجيغ ليكيد. هذا هو فوالا. دونك باش نقول لكم فكره على هذا الفرماج تاع الغاكليت، راه غالي بزاف سورتو مع ارتفاع الاسعار، راه زاد نسبه الاسعار يعني زادت بزاف ارتفعت. انا شريت 6 يورو اون باركيت، شريتو 6 يورو الوحده، صافي حسبوا 6 بلس 6 صافي حسبوا، انا خليتكم تحسبوا نتوما دونك صافي 12 يورو. هذه هي ميم شيخ ساره، هذه لا غاكليت ناكلوها نورمالمون باش ما نكرهوش منها، ناكلوها اون فوا باغ ان موا يعني خطره في الشهر، باسكو هي اصلا البطاطا والفرماج فيها الفيتامين بزاف وصحيه، ولا كثرنا بزاف من هذا الطبق رانا رايحين شغل نكرهو منه ونملو منه. دونك لازم نتوحشوه، لانه انا ولادي يموتوا على هذا الاكله وانا ثان. بصح هي اكله وطبق شتوي، يعني القور في السكي كيديروا سكي ولا يخرجوا ولا في الثلج ولا في البروده يعني ياكلوها يتناولوها هذا الفرماج. والذوق يعني ما شاء الله لا غاكلات، هذا الفرماج سبيسيال كونسو للبطاطا، يعني اكله هي يعني طبق رائع ما شاء الله مميز جدا جدا. فوالا دونك ذيب لي فرماج، فرماج فوندو، فرماج غاكليت. فوالا هذه هي لا غاكليت، هي البوم دو تيغ مغليه. ونبدا بيان سور في التقديم، نبدا نسربي. فوالا كل واحد البطاطا حقو، بطاطا مغليه بالقشور نتاعها افيك لابو تاعها، هي الفيتامين لابو وفيها البوتاسيوم كما قلت لكم، صحيه وفيتامينيه وخاصه مع الشتاء، وتشبع وتقنع البطاطا بيان سور. وهذا الاكله وهذا الطبق يحبوه كبار وصغار، وتشبعي يعني بلا خبز اكيد، وتزيدي فوق الفرماج اللي هو فرماج غاكليت سبيسيال. هذه هي اللي عيطولها لا غاكليت، بالبطاطا بالفرماج. فوالا ويجي واحد الذوق ما شاء الله ما شاء الله. فوالا سخون الله الله، قلت لكم هذه الاكله تؤكل في الشتاء يعني في البرد في الموسم الشتوي، وحنا ناكلوها يعني انا ماذا بيا خطره في الشهر باش نتوحشوها باش ما نملوش منها. هذه هي وهي صحيه وفيتامينيه
وش نقولكم، سعيدكم في الجنة، واللي ما يعرفوهاش يسيو كيفاش يطيبوها. تقدروا تستبدلوا الفرماج تاع الراكليت بأي فرماج. نوصيكم إلا ما عندكمش راكليت تقدروا ديروا فرماج تاع موزاريلا ولا كات فرماج وزيدوا عليها من عندكم. هذه هي وشوية زيدوا عليها موزاريلا و اكسيتيرا، نتوما شوفوا اللي يوالمكم واللي يساعدكم. فوالا هذه هي، باش نقول لكم نبغيكم في الجنه وان شاء الله تعجبكم هذا الوصفه اللي هي غاكليت. ولا نتوما تحبوها خليوا لي في التعليق لتحت واش رايكم. بيان سور الناس اللي تحبها واللي موالفه تعجبها واللي ما تحبها شاهدكم في الجنه. انا عجبتني موالفه ناكلها وطوب.